طيب شباب، نيجي لموضوع، أخذنا موضوع إحنا الـ NTFS صح؟ هلأ رح نيجي لموضوع الشيرينج، اللي هو إيش؟ شيرينج بيرميشن. الشيرينج بيرميشن أو الشيرد فولدر، إيش هو الشيرينج بيرميشنز؟ ايش هي يعني الصلاحيات؟ شو بتفرق على ان تي اف اس؟ تفرق شباب، ونفس الكونسبت، الكونسبت اللي حكينا عنه بايش، نفس الكونسبت اللي حكينا عليه في موضوع ايش الاي سي ال، او موضوع انه ايش الريد الرايت الموديفاي، نفس الكونسبت ونفس الشرح، ما في اي اختلاف. ولكن يجب ان نعرف يا شباب انه اما انا جيت قلت لك هذا السيرفر، إذا بدي أدخل على هذا السيرفر، على مستوى هذا السيرفر اللي هو إيش الفايل سيرفر اللي رمزنا له بالاف اس، تمام، إذا أنا بدي أدخل على هذا الفايل سيرفر لوكالي، فإذا أنا راح أستخدم موضوع إيش وأحط عليه صلاحيات، ساعتها راح أتجه لموضوع الـ NTFS. طيب إذا أنا عندي هذا السيرفر شابكين واحنا على سويتش، وهذا السويتش، هذا السويتش شابك عليه الاند يوزر تبعي في اللان، هاي اجهزة، وهذا اصلا احنا اصلا من هون لهون، احنا وين؟ هون لهون، منبر من الدومين يا جهاد اللي هو مين؟ اي بي سي. اها، اما اقول لك منبر دومين شو يعني؟ يعني عندك دومين، كنت عندك فورست، وعندك تري، وعندك دي ان اس ودي اتش بي، وعندك ايش اكتف دايركتوري دومين كنترولر، وعندي اكتف دايركتوري سيرفيس نازل، بالمحصله عندي يعني دي سي دومين نيم ودومين كنترولر. إذا أنا هون راح أستخدم صلاحية موضوع إيش؟ الشيرينج بيرميشن بلس الـ NTFS. إذا أنا في موضوع أعمل هلا فولدر هون وفولدر هون زي ما إحنا شفنا، صحيح لوكالي بستخدم الـ NTFS، طب ثرو الوان بستخدم اشي اسمه ايش؟ راح يشتغلوا التنين، راح يشتغل الشيرينج بلس الان تي اف اس بشكل متوازي، اثنين بيشتغلوا بارالل، بيشتغلوا مع بعض بشكل متساوي، ولكن اللي راح يشتغل بيناتهم شباب الاكثر تقيدا او المور ريستريكشن او المور ريستريكتد، يعني الاكثر تقيدا، وقلت لكم موضوع الديناي باوفر رايت اي شيء الاو، كيف مهندس هلا راح نشوف يا شباب بعينينا، راح نشوف هاي الطريقه المحترمه. يعني هذا سؤال محترم شباب ولا لا؟ انه بيقول لك يعني كيف مهندس يعني انه الشيرنج بيرميشن والانتي افات بيشتغلوا مع بعض، وهل اثنين بتعارضوا؟ لا ما بتعارضوا، ما بيصير بيناتهم كونفليكت، ولكن مايكروسوفت بتاخذ بالاحتياط، بتقول لك المور ريستريكتد يعني المور سكيورتي، تمام؟ يعني لو اجيت قلت لك انا عندي هذا الفولدر، الله الله اكبر، عندي هذا الفولدر، فعلت موضوع الان تي اف اس، خليني اشطب هدول ريموف، واحكي له مهدي، خليني هون ابلاي، يس اوكي تمام. لو اجي هون بس، تمام. طيب انا بدي اروح على البيرنت، هاد البيرنت اللي هو الروت فولدر،
اقول له شيرنج، كيف نعمل احنا الشيرنج شباب؟ طلعوا معي كيف احنا راح نعمل الشيرنج في عده طرق. نيجي على الطريقه الاولى اللي هي احنا بنعرفها كلنا اللي هي من هون، لا تعمل لي هون، هاي طريقه اللي حطتها مايكروسوفت لتبعون الاند يوزر، انه ستوب شيرنج سبيسيفيك فولدر سبيسيفاي. لا احنا شغلنا البروفيشنال، بتيجي رايت كليك بروبرتيز شيرنج، سالي هاي ادفانس شيرنج، شير ذيس فولدر، وهذا اسمه الشير نيم. راح تقول لي مهندس طيب احنا عارفين انه مش نفس الاسم، لا بامكانك تغير شباب الشير نيم، بشرط يكون الشير نيم نفس اسم الفولدر فور سكيورتي وايز، في ناس بتحبش تكون نفس الشيء. اقول لك ابلاي اوكي. طيب انا لو بدي اعمل كمان فولدر بصير؟ طيب بدي اقول لك انا هيك اسميه داتا، اسميه مثلا داتا، اي شيء داتا. اجي اقول لك رايت كليك، اقول لك بيرميشن ادفانس شير، اجي اقول له ادفانس شير، اجي اقول له اف اس اندر سكور اتش كيو ابلاي. اها شو قال لي شباب؟ يو ار اوريدي شيرنج اصلا بهذا الاسم اف اس اتش كيو اندر سكور يوزنج نيم. دو يو وونت تو شير هذا الاسم ذات يوزنج، يعني دو يو وونت تو شير الاي داتا يوزنج ذا نيم اف اس اتش كيو انستنت، تبدل لي اياه مع هذاك وهذا ياخذ الشير؟ طب لو قلت له يس، طلعوا شباب اوكي انا عندي هون ايش صار؟ شير. انا شو قال لي في المسج يا شباب؟ قال لي هذا اصلا انت الشير فولدر انت ماخده الشير نيم وموجود هيو هون على هذا الفولدر، بدك انت تبدله، في حال لو بدلته راح يروح هناك الاسم وراح ياخذ هذا الجديد وراح وراح يصير هذا الاف اس اتش كيو نوت شيرد. فانا قلت له يس اوكي. شايفين شباب؟ طب لو انا اجيت قلت له هون شباب طلعوا ها شيرنج، قلت له هيك، قلت له ابلاي وسميته انا هون اف اس اتش كيو 02 اوكي ابلاي اوكي. اجيت قلت له هون شير فانس شير، شايفين ابلاي ما اعطاني اي شباب. ليش؟ لانه هون الشير نيم، الشير نيم انا غيرته 02، وهون شو صار؟ زي ما هو 01 اللي هو لحاله ما في عليه اي نمبر. شو بقودني هذا الاستنتاج؟ بقودني يا شباب انه لا يجوز على مستوى السيرفر نفسه، مش على مستوى اللي انا بحكيها، على مستوى السيرفر نفسه، على مستوى هيو على مستوى السيرفر نفسه لا يجوز ان يكون شيرد فولدر نيم ها نفس الاسم، يعني نفس الشير نيم يكونوا متكررات على نفس السيرفر. طب لو انا عندي اف اس 02 عادي تقدر، بس على مستوى السيرفر نفسه لا ما بصير تكرر. تمام تمام شباب. ليش؟ لانه يا شباب لو على هون الاف اف اس 2 شيء بسموه اليو ان سي اللي هو الباث اللي هو اليونيفرسال نيم كونفينينت اللي هو ايش، او اليونيفرسال نتورك كونفينينت او النيم كونفينينت اللي هو ايش بسموه، اللي هو الباث اسم مسار الشبكه، اسم مسار الشبكة اللي هو هذا سلاش كذا او سلاش دي سي سلاش كذا، هذا يسموه اليو ان سي. اما يقول لك واحد شو اليو ان سي؟ هو هاد اليونيفرسال نيم كونفينينت، هو هاد تمام سلاش هذا باث سلاش هيك اوبشن،
سواء كويستشن مارك اللي بدك اياه، هذا الفرق بيناتهم. هيك اعتبر تعرفوها دائما انها ايش؟ خلص لحالك انها ايش؟ الباث. فهون الباث تبعه لو كان نفس الاسم الباث اف مثلا، شو راح يكون الباث؟ باي ديفولت راح يكون ايش يا شباب؟ دي الاف اس 2 مثلا اسم الفولدر. طب هون اف اس، اذا هون بتفرق صح ولا لا شباب؟ اذا هذا هو الفرق، انه ما بيصير يتكرر الشير نيم على مستوى البي سي او السيرفر نفسه. على مستوى اللان ما في عندك مشكله، بس على مستوى انت مستوى البي سي او مستوى السيرفر او الجهاز او الديفايس نفسه لا ما بصير. تمام. طيب طيب نرجع هون. طيب هون لو اجيت انا قلت له يا شباب انا هي الشيرنج صح شيرد، طب لو انا بدي ادخل عليه من جهاز، فانا لو اجيت هون دخلت عليه هون، طلعوا شباب خلينا نحكي له الباسورد شباب، احنا بنحكي بجزئيات سكيورتي وبيرميشن ضروري نعرفها كاي تي لازم، لانه هذا شغلك يعتمد عليها بالفايل سيرفر. فايل سيرفر شيء مور سنسيتيف، شيء حساس وله لازم يكون يعني مور بريورتي عندك في موضوع البريفليج او البيرميشن، لانه لا تعتمد على وعي اليوزر، لان اليوزر راح يدمر لك الدنيا اذا تركته على راحته. طيب فانا بدي اجي اشوف هذا الشيرد فولدر، فبنيجي نحكي ران ها، بس انا بحكي له دي سي 01، طلع شو راح يفتح لي شباب. المفروض هسه اقول له سلاش، طلعوا هاي الاف اس، هاي الاف اس 02، هاي الشير نيم، بس يعمل هيك بيطلع لك الليسته. فانا لو جيت قلت له هيك، هاي شباب فتح لي اياهم جميعا. طيب طلعوا شباب لو اجيت انا قلت له هون ها، قلت له هيك ورحت على الشيرنج ورحت على الشيرد وقلت له اد، هاي شايفين عندي هاي ها اد، اعمل لي اياها اف اس اندرسكور اي اسم بدك اياه، فرضا اف اس 0 بدي اسميه اتش كيو، انا اتش كيو الديسكربشن والماكسيمم والالاوه اللي راح نحكي فيها، وهي بتقدر تعطيه بيرميشن. ليش؟ هسه بقول لك اوكي ابلاي اوكي. فانت ما تيجي هون هاي شايفين، روح انت هون رن سلاش سلاش دي سي 01، هذا شباب سموه اليو ان سي شايفين، وهذا بحل. طلعوا هاي اف اس اندرسكور اتش كيو، وهاي ايش؟ الاتش كيو. طب هاي نفسها هاي ها صح؟ نفسها؟ اه نفسها هاي هيها. طيب ليش نعملها؟ نعملها يا شباب في حالة انت ايش؟ عندك سيناريو مثلا هذا الـ FSHQ بده يدخلوا عليه مثلا يوزر محددين ايش؟ في بيرميشن محددة. طيب وهذا بده يدخلوا عليه من نفس الفرع او بفلور 1 او في برانش فرضا ثاني او في مبنى في نفس الـ HQ ولكن ايش؟ بصلاحيات ثانية. تمام؟ هذا هو الفرق باسم شير نيم تاني. طيب هون شو هاي الليميتد نمبر عند موضوع السايمولتينيوس يوزر تو 16 مليون شيء؟ بقول لك انه انت هذا الليمت تقدر تعمل ليمت لهذا النمبر او انه يعملوا اكسس على هذا الفولدر اللي معمول له شيرد 16 مليون. واو تخيلوا 16 مليون يوزر مايكروسوفت معطيه ايش؟ الاو او اوثورايز او انها تعطي ايش؟ هذا الرينج من النمبر انه يعمل عليه اكسس، الذي يقودك انه هذا السيرفر يا جهاد اللي راح يلعب دور او الفانكشن تبعت الفايل سيرفر لازم يكون سيرفر هاي سبيسيفيكيشن، الرام لازم تكون طبعا عاليه عندك مينيمم 16 جيجا رام او 16 جيجا رام او 32 بيت، وكل ما عليه تكون مكان احسن. اذا انت عندك هيوج من الاوف يوزرز بيعملوا اكسس لهاي الفولدرات وديليت وريكويست وريسبونس، وشوف تخيل والسيشن فاتحه وفي ترمينيت لسيشن، فانت لازم يكون عندك ايش؟ موضوع الفايل سيرفر
اشي وهارد ديسكس. هارد ديسك وديسك مانجمنت، ومكفق عليه طبعا موضوع الريد والريد 5 الباريتي ريد 5 بلس، انه انت لازم كل هاي الفولدرات اللي هون متاخده لازم تكون انت عندك سكادجول تو باك اب. وراح نحكي عن موضوع الباك اب، انك تاخذ باك اب ديلي فول انكريمنتال ويكلي فول مانثلي before of end of years after end of years. لازم تعرف تطلع سنة 2019 2020 21 2007 عندك هاي الباك ابات، وانت مسميها وكاتب عليها ليبل. موضوع بسموه هذا الموضوع في الاوديتنج لازم نعرف هو البوليسيز والاستراتيجي تبعت الباك اب بوليسي. طيب فانا هون عملت هذا بديش اياه، بقدر احكي له ريموف خلص رجع لي اياه زي ما كان. اوكي قال لك يس باي كي بديش هاد انا فرضا كي خلص تمام هاي شايفينه هاي. فلو اجي انا هون مره ثانيه اقول له 01 هاي شباب، طبعا هون بضل مكيشه حتى يروح الكاش، فانا راح اقول له اوكي هاي تمام. فبامكانك انت طبعا هون تعطيك فلاش للدي ان اس او لوج اوف او لوج اوت بيروح طبعا الكاش. طيب شباب انا عندي هون هي الاتش ار، خليني اجي هون انا عندي هون شو صلاحيتي عليه، انا عملت له بيرميشن صح. طيب راح اجي هون في بس نقطه هون، انت بامكانك شباب تحط مثلا انه يدخلوا عندك مثلا 20 يدخل عندك بس 100 يوزر، فانت عندك 100 يوزر 100 يوزر بامكانه يعمل اكسس على هذا السيرفر. انا بتحكي انه هذا يعني بديش اعمل عليه لود او ورك لودز كبير، خلص بدي انا يشتغلوا ل 100 يوزرز تمام. طب بامكاني اشوف بعدين السيشنز؟ بامكاني هلا بوريك كيف راح نشوف السيشنز. طيب ليش طبعا شباب شو الفرق؟ راح يحكي لي شباب طب شو الفرق بينه وبين البي سي؟ البي سي شباب اول شيء مش معمول، هلا راح تحكي لي هاي بامكاني نعمل عليه بير. يعني لو اجيت عملت هنا يوزرز، يعني مرة سألوني الشباب يعني ها بإمكانك تيجي تعمل هون، ها شباب ها شايفين شيرينج عادي شير ادفانس هاي نفس الاوبشن وتحط طلعوا شباب بس اما اجيت اعمل له ادفانس شايفين شباب اليوزر العادي ما بيقدر يعمل بيرميشن الا اذا كان عنده صلاحية، ولا نفترض عنده صلاحية. اذا لا تخاف من شغله ان اليوزر يعمل شيرنج. والصح شباب ما تخلي انت عندك الاجهزه شبكه عنكبوت، يعني كل جهاز وكل شب عنده وشخص عامل لي قال ايش شيرت فولدر وشبك لي 100 علي شبك لي عليه خمسه وهذا شبك لي عليه اربعه، ونفس اللي انت عامل ماخذ منك شيرت فولدر عامل شيرت فولدر وعامل لي شورت كات وعامل لي ضاع عندك الداتا والباك اب وكيف، وبقول لك انا كنت عامله وكيف راحت الداتا. لا الصح كلهم بيأشروا خلص على الشير على الفايل سيرفر اللي عليه الشيرنج فولدر تبعك، اما يعمل لي شيرد يعني هاي بوليسي انا بعتبرها خاطئه. طيب نيجي نحكي احنا هون عندي شير ذيس فولدر، طلع عندي قال لك ليمت نمبر ها سايمولتينيوس يوزر تو بس 20، انت عندك تعمل اكسس لهذا الفولدر بس 20. طب لو بدي ارفعها ل 100 زي ما هسه احنا شفنا يعني يلا اوكي راح ارجع ليها 20 ايه. طب هاي مره ثانيه 100 20 معك بس ل 20 يوزر يعملوا اكسس وترمينيت للسيشن واستابليش للسيشن. ليش؟ طبعا يا شباب هذا الجهاز شغل اند يوزر ورك ستيشن مش انه يلعب دور فايل سيرفر. وصلت المعلومه؟ وصلت؟ اوكي هذا الكاش رح نيجي الشباب عليه في موضوع الاوفلاين كاش ان شاء الله. خلي لي تمام اوكي. طيب فانا وهون نفس الشيء، فانا هون شباب راح اجي على البيرميشن راح اعطيه فل. انت عندك صلاحيه فل ها ابلاي، وراح اجي على السكيورتي اقول له عندك هاي الصلاحيه. هاي مهدي عنده صلاحيه ريد اكسكيوت ليست فولدر ريد، خلينا نشوف شباب مين اللي راح يشتغل ومين راح يعمل صح. اذا انا هون بما اني انا بدي ادخل على الفايل سيرفر، اذا شيء اسمه شيرنج بيرميشن انا عملته ها صح عملته هيو
عملته. فانت through network, through network عندك صلاحية ايش؟ الفل. عندك صلاحية الفل. ولكن ها sharing permission, انا بحكي through, حكينا sharing permission يعني through اللان. انت معك فول ثرو اللان, ولكن اما وصلت السيرفر فوجئت انه الانتي اف اس شو بيلعب؟ الريد في ليميتد للايش؟ ليميتد للانتي اف اس بيرميشن ليد ليست اكسكيوت, صح؟ تمام تمام. طب انا بدي اجي اقول لك خلينا نعقدها شوي, عندي اقول لك عشان نشوفها. ها اديت يا سيدي, بديش يلعب اكسكيوت ها بس ولا ريد, بس هيك اللي احنا عرفناه ابلاي. تمام خلص, عنده هون صلاحيته ايش صارت؟ بس ايش؟ ليست. تمام, انا هون صلاحيته ايش صارت؟ ليست. مين راح يكسب شباب؟ مين راح يكسب, الفل ولا الليست؟ ها شباب باعتقادكم مين راح يكسب؟ خلينا نشوفها. نيجي هون, نيجي نحكي هون دي سي 0 1 سلاش سلاش دي سي 0 1 هاي الاف اس اتش كيو. اوكي طيب خلينا نشوف, انا هلا بدي اجي اشغل هاد. طلع شو اعطاني؟ cannot access. طب هون اوف هاي صلاحيتها, ما كنا نعمل ليست ليست كونتنت فولدر لما ورينا عن المهندس قبل هل قبل شوي, مش ورانا موضوع الانتي فاس بيرميشن؟ طب هون, طب رينيم, ما بزبط. طب ديليت, نو no. طب ليش مهندس ما انت هون اصلا معطيه فول بيرميشن, لخبطنا انت هون. لا ما لخبطتك, لو انت مركز معي ما لخبطتك, انا حتى معطي لافري ون, شايفين؟ بامكاني اعطي طبعا اشيلها واحط مهدي, بس انا بدي اعتبر انه ما طبعا مهدي من الافري ون. ما لخبطتك لاني قلت لك انه الافري ون, انه سوري, انه المور ريستريكشن, هيو مهدي شايفينه هيو, انه دائما احنا بناخذ ايش؟ المور ريستريكتد, الاكثر تقيدا هو الاوفر رايت, هو اللي باوفر رايت على اي شيء, اي شيء الله او اي شيء عنده رايتس يعني. تمام, هنا حتى لو اجيت قلت لك ها ريموف مهدي كمان, ها هاي مهدي, ها يلا نفس الشيء, شايفين؟ ابلاي نفس الشيء. شايفين نفس الشيء. طيب والعكس, والعكس حتى لو حليت انت هون الانتي اف اس فل, ها فل ابلاي, واجيت هون على الشيرنج بيرميشن اعطيته ريد. تمام ابلاي, مين راح, مين هون الشباب راح ينتصر؟ الوين مين هو؟ ها مين يحكي لي؟ مين يا شباب؟ بالضبط. ولكن في شغلة هون لازم نعرفها, لحظة شوي, الفول مهدي هون الانتي اف اس بيرميشن بالضبط وصل للجهاز ريد. طب انا لو شلت هذه هيك يا شباب, طلعوا خلينا نشوف ابلاي, اوكي ابلاي خلينا نشوفها, وقلت له انا هون
طلعوا. طيب لو اجيت انا قلت له هيك، شايفين لما شلت انا الشيرنج شباب ده انا منعته انا ثرو النتورك، صح ولا لا؟ لو اجيت انا قلت له هيك اد مهدي، قلت له اوكي، قلت له يا سيدي ديناي وديناي وديناي ابلاي يس ابلاي ابلاي يس كلوز، قلت له هون شايفين؟ شايفين شباب؟ don't have permission. إذا الأكثر تقيدا والديناي هو الذي ينتصر. ولو أجد قلت له برضو مرة تانية هون شوفها apply yes okay close، طلع شو عطاني؟ منع لي deny، لان انا بحكي على مستوى اللان. طب لو قلت له انا هيك خلص permission، قلت له خلاص خليها ريد تمام. ريت هاي خلاص توصل ريت بس ثرو النتورك، يعني لو اجي انا اقول له هيك يس شو قال لي؟ سيفها اللي تعلمناه انه سيف الريد. طب لو اجيت انا قلت له دونت سيف فولدر نو، لو اجيت قلت له اكسكيوت اوكي ريد اخذها اكسكيوت، اي اشي تاني ريد ديليت يس ما رضي. شايفين؟ مع انه هون شباب ده ملاحظين ماخذ ايش؟ ورجيتكم جميع الحالات، هون شو ماخذ؟ فل. لا بس هو بيروح على وين؟ هلا زي ما شو قالت لي الانتي اف اس بفوز، لا الانتي اف اس بفوز في حاله ايش؟ الاكثر تقيدا. قلت لكم شباب انا بس حبيت اوريكم اكثر من كيس في هذا الموضوع، ولكن هون انا لو لاحظتوا شلت هون حطيت الديناي وبعدين شلتهم وحطيتهم ورح لاحظنا انه مين اللي اخذ يا زينب؟ هلا مين اللي باخذ الوين دائما؟ اللي باخذ الوين شباب دائما مين حكينا؟ المور ريستريكشن الاكثر تقيدا. دائما طبعا نعمل ريفرش عشان موضوع الكاش ما شايفين شباب. فما في فرق، ما في فرق يا زينب الانتي اف اس ولا الشيرنج. القاعده اللي احفظوها شباب المور ريستريكتد او الاكثر تقيدا هو الذي ينتصر، لانه دائما مايكروسوفت تاخذ ايش؟ تاخذ بايش؟ بالاحوط، او تاخذ بايش؟ بالسكيورتي الاكثر المور ريستريكشن تمام. انت لو اجيت هون حاطط انه على هون فل وهون بس عنده ريد راح تتنفذ ايش؟ صلاحيه الريد. ولو انت هون عامل فل وهون عملت هايو الريد، فرضا انا بدي اعمل له ريد وليست اكسكيوت، يعني عنده بصير بصح له شغل اكسكيوت. بدك هيك ها ريفرش هون ريفرش ها ما عمل اكسكيوت. شايفين؟ شايفه يا زينب؟ كتبت سيف ما رضي سيف. شايفين؟ طلع كمان ريفرش عشان الشباب ما يكيش. ديليت سوري كرييت، بدي اعمل ديليت. وصلت شباب؟ هذا هو موضوع الشيرنج. طيب عرفنا شباب اذا شو القاعده اللي بنحكي عليها؟
الاكثر تقيدا هو بيشتغل. وموضوع الجروبز اللي شفناها واليوزر والديناي نفس الكونسبت، نفس الشيء شباب، نفس اللي شرحته. اذا اعرفوا شيء الاكثر تقيدا هو اللي راح يعمل. ولازم يا شباب نعرف انه انا شو البيرميشن اللي بدي اعطيه صلاحيات ثرو النتورك، وشو البيرميشن اللي راح اعطيها صلاحيات مع الان تي اف اس، لانه هذول الاثنين بيشتغلوا مع بعض. تمام؟ يعني الصلاحيات تكون مدروسة صح. اوكي تمام شباب. والسيكوريتي اذا بدي اروح على شيء اسمه كمان في الادفانس اعدل، ها شايفين يقول لك هون مهدي عنده صلاحية الريد وعنده ليست. اذا مين راح تنتصر؟ الريد والليست. ها وانت بامكانك تعدل شو وتعمل اللي بدك اياه، تضيف، شايفين، وبامكانك تضيف كمان انه مهدي وتضيف تعطيه صلاحيات كمان. اب تو يو. تمام، تعمل انهيرتنس اللي بدك اياه. اوكي طيب. طيب في شغله شباب، في شغله تانية. انا لو بدي هون اجي احكي له، مش انا كنت اقول لكم هاي حطوا اليو ان سي ان، يعني ها الباث دي سي 01، هاي الدي سي 01، طلعت ايش؟ طلعت هيها اتش كيو صح. طب انا لو بدي اخفيها، فرض انا فور سكيورتي وايز الناس بس مثلا هذا الفولدر بخص ايش مثلا قسم الاي تي، يعني انا اجيت هون حكيت بدي اعمل فولدر للاي تي، هاي الاي تي. اوكي هاي فولدر انا عامل هون جوا فولدر، خلص مش مشكله. طيب هاي فولدر، واجيت قلت له اعمل لي شيرنج، هاي شير. اوكي بس بدي هذا الفولدر خاص يدخلوا عليه تبعون الاي تي ديبارتمنت، ما بدي يظهر لي اي واحد يعني شويه عنده ها فنيات في الاي تي يشوفه، ولا احكي له لا حط لي ساين دولار هون. ساين دولار شو يعني شباب؟ ساين دولار يعني انه ايش؟ هيدن فولدر. فاقول له ابلاي. اوكي فباجي هون جست اجي احكي له بدي اطلع هلا تبعون الاي تي فولدر، اوريكم كيف. ايه وينهم؟ وين الاي تي؟ ما انا هسه عملت له شير، شايفين شباب؟ مش مبين. طب شو كيف بدي ابينه؟ اي تي اندرسكور، اها هي بين معي، هيك بين معي، شايفين؟ طبعا عنده صلاحيات عشان هاي لو بدي انا كريت فولدر هون. تمام بسيطة بسيطة مش مشكلة زين. تمام هاي شايفين اللي كريته هاي هون، اذا هون هيدن فولدر شايفينه، اذا الساين درا للهيدن فولدر. وهي اصلا باي ديفولت شباب، يعني ما تيجي انت تحكي هون اصلا لما كنا نحكي سي ام دي نت شير، هاي شايفين هدول، هدول بيلت ان، بيلت ان وبكونوا هيدن فولدر، نقدر نشوفهم من مكان ثاني هيهم. اوكي دائما هذا الويندوز اول ما يبني الويندوز سيرفر وننزل فريش انستليشن ل 2016 او اي ويندوز كان يبني هو هذا البيلت ان ويعملهم شير نيم باي ديفولت شير. هي الكمبيوتر مانجمنت، هي الكمبيوتر مانجمنت، وهي الشير، وهي الشير، وهي هي شايفينهم هاي السي ها ومحطوط ساين دولار. ليش؟ لانه بعتبرهم هيدن. واذا لاحظتوا احنا ما كنا ندخل على الشيرد فولدر اللي هون ما يسالك يوزر نيم وباسورد، اذا ما عندك عليه صلاحيه شو كنا نشوف؟ يعطيك اكسس ديناي، ما عندك اي بيرميشن صح ولا لا شباب؟ ما بيسالك يوزر نيم وباسورد لانه خلص شايفك. اما كنا نحكي عن موضوع التوكن، موضوع ايش؟ الكيربروس والتي جي تي، خلص ما عنده اكسس على هذا الفولدر فبعطيك اكسس ديناي صح ولا لا؟ الا مثلا ما تيجي تقول له مثلا انا بدي ادخل على، ما تدخل على هاد تيجي تقول له سي 01 لو سمحت بدي ادخل على السي ساين دولار، وقلت له سي لا بقول له سي ساين دولار. طبعا هو بفكر انه وما برضى باي يوزر الا اليوزر نيم تبع الادمنستريتر او صلاحيه على نفس البارتيشن انت معطيه عليها فل بيرمشن. كذلك ايش موضوع كمان الاي
ساين دولار يوزر نيم وباسورد. لو بدنا نشوفها وين برضو نيجي على البي سي بروبرتيز بيكون هو ايش معمول له شيرنج باي ديفولت بس ايش مش مبين انه شير 2003 اكس بي وهي الويندوزات كان يحط لك انه شير تمام حتى لو شلتها وعملت له ريستارت راح يرجع الشير تمام فهذا هو موضوع الشيرنج وين موجود كمان هي هون زي ما وريتكم طيب كيف نقدر نعمل طرق تانية للشير بنقدر نعمل راح نيجي عليه هلا شباب حد عنده سؤال اول شيء على هاي الجزئية شباب بس راح انهي انا هذا الفيديو